وأذكر لكم قصة حقيقية وقعت في الرياض، وكتب عنها أحد الكتاب في جريدة الرياض. وهذه القصة قرأتها قبل يمكن 40 سنة. تحكي رجل اسمه أبو الروس، وسبب التسمية أنه ما يشتري من المجزرة إلا الروس والكراعين والرية والكرش، بلاش يشتري، هذه الأيام كانت رخيصة. وهو يملك عشرات المباني وعقار نص منفوح له لكن بسيط، ويشتري الشباشب هذه أم 5 ريال، يشتريها بالكورة يخاف لا تنقطع من البحر، وأولاده كلهم شباشب، ومرته شبشب، ما فيه، ما عنده غير هذا، وروس، أكل روس. المهم آخر الشهر يناوب في المساجد على أساس يأخذ الإيجارات حقة الشقق وحقة المباني. يوم من الأيام راح إلى منفوحة في مسجد ينتظر إيجار شقة، وبعدين ما شاف الرجال فزعل، قعد في المسجد، في رجل من أهل المسجد يظهر عليه الثراء والنعمة والعافية وعنده عزيمة، فطالع كذا شاف الرجال هذا في طرف المسجد جالس هناك متكي زعلان شوية، قال لواحد من رجاله، قال شوف الرجال ذاك إذا يبغى يتعشى اعزمه، عندنا عزيمة. راح له عنده سلم عليه قال يا فلان، قال نعم، قال الرجال هذا عنده عزيمة وهو يعزمك، تبي تتعشى؟ قال الله يجزاك خير، فرح عشان يسلم من العجائب الروس حقته. المهم راح، وعلى دخل ذيك البيت قصر حوش مليان سيارات ومجالس وإضاءات علوما، ما تقوم السفرة وإذاب فيها من كل ما لذ وطاب. اي والله يا مغلق، يبغى يستأذن، يبغى يتعرف على الرجال، قال السلام عليك وانا بمشي لكن ممكن نتعرف، قال فلان بن فلان. قال وش انت، انت امير؟ قال لا والله ماني امير. قال انت وزير؟ قال لا والله. قال انت رجل اعمال؟ بزنس، يسمونه بزنس، بزنس يعني قروش. قال لا والله ماني رجل اعمال ولا بزنس ولا بزنس. قال وش انت، وش انت، منين جايب من هذا القصور وهذا الذبايح والسيارات، وش انت؟ قال الله عز وجل رازقني. قال كيف رازق، علمني. قال والله انا رجال تعمدت من اول حياتي اني اشوف الاثرياء ذولا، ارقب الواحد لين يموت، واذا مات تزوجت حرمته، اي نعم، وانبسطت في ماله، وعندي 3 ابشرك، عندي 3 حريم، وباقي وحده انا مفرغها لمرته واحد اللي قال له ابو الروس. يقولون عنده عقارات الواجد، وأنا أبغى أرقبه يموت وألقط مرته وأخذ اللي عنده. ما درى أن هذا أبو الروس. يقول لك الرجال هز رأسه، قال وش اسمك؟ قال اسمي أبو مشعب. قال مع السلامة. يخرج من الفيلا حقته ويركب تاكسي لأول مرة في حياته، كان يدقها كعابي له 20 كيلو علشان 10 ريال. قال وقف تاكسي واركب، وروح بدال ما يروح البيت راح السوق المركزي وجاب سيارة وحملها من كل ما لذ وطاب، بالكراتين مو بالكيلو، اي نعم، وروح قسم الملابس واشتر للمرأة وللأولاد، وروح قسم العطور واشتر العطور. المهم جاء عند اللحوم أخذ ذبيحة، وقدام ما يأخذ للرأس. المهم حمل السيارة دينا كاملة ويجيبها للبيت، ويجيب معها عاملين ويخليها تريوس، ويدعي المرأة من فوق، يا حرمة تفضلي. قالت وش عندك؟ قال تعالي عندنا خير. قالت وش عندك يا بالروس؟ ما معك إلا الروس، ما نبغى هذا الليلة. قال لا لا في علم. ويبدأ العمال ينطلون الأكياس وينطلون الكراتين وينطلون، ويدخل الرجال يولع الكهرب كله، وهو قدام ما يولع إلا 21 شمعة، وما شغلته إلا يطف الكهرب بس، ولع العمارة كلها ولع الحوش. المهم أطلع على المرأة، قاموا الأولاد يوم شافوا الخير وشافوا النعمة، ويقوم يفك شنطته ويطلع لها 10,000، قال هذه هديتك، ويدعي أولاده عطل أول 1,000 1,000 1,000 كلهم،
قاموا كلهم يطيحون عليه ويجلسون في حضنه ويسلمون عليه. الله يطول عمرك يا ابونا، الله يعطيك العافية يا ابونا، الله يرزقك يا ابونا، قدام ما يقربون منه عشان ريحته وعلشان بخله، ويتمنون الله بالليل والنهار ان الله يلقط روحه علشان يعينون خير. المهم يوم قال ادخلوا الحمامات، دخلوا الحمامات، اخذ الصابون تغسلوا، هو تغسل، لبس الثياب، المرأة تغسلت، طبخت العشاء، الدنيا تغيرت، واذا ليلة عيد. المهم بعد ما شبعوا وسلموا عليه عياله ودخل في غرفته مع مرته، جت فرشت له، وهي قدام تربد الحالة من ريحة الروس اللي فيه، فرشت له وجابته وعطرته وعطرت نفسها، وبعدين قالت أسألك بالله يا أبو الروس، إيش اللي غيرك؟ إيش اللي حصل؟ قال الجواب عند أبو مشعاب، اللي غيرني طريقة أبو مشعاب. فأنت أخي الكريم إذا من الله عليك بمال يا أخي لا تكون بخيل، أعطي أولادك، أنفق، لكن بعضهم لا، تشوفه مثل أمين الصندوق يعد عدها ليل نهار، ولهذا هو حجر في طريق سعادة أبنائه وسعادة نفسه. أنفق ينفق عليك، وأعطي مما أعطاك الله حتى يحبك أهلك، لأنك بتموت يأخذونها ويقولون ليتك تجمل، ليتك أعطانا من أول. أعطيهم، خليهم يحبونك، خليهم إذا مت يبكون عليك، ما يفرحون بموتك. فالمال رب المال في تعب، اللي بهذه الصورة مثل أبو الروس، أما اللي في خير لا إن شاء الله ما هو في تعب. وفي تعب من افتقر، ويشقى العبد منهزما ولا يرتاح منتصرا.